انت اوكي عاملين اضراب احتجاجي ما بيناتنا لنا مشاكل لا هراس لا شي مشاكل مخزن معنا هنا واقف ما عندناش مشاكل عن الرياض الملك وعائشه الملك محمد السادس تبارك الله ما بغيناش شي مشاكل ولا بغينا شي حاجه بغينا اسعار تهون شنو الخدمه ديالك انت الخدمه ديالي انا كنت خدمت شيفور ديال الناس ودابا ما شيفور الباترون ما جبرش باش يخلص شيفور المازوت تزاد عليه كلشي تزاد كاروسوريا كتجيب البطاطا طنجة كتجيبها ما كاينش طموشي كتاكل له 1500 حتى 2000 درهم شبرا ما كاينش طلو والو البطاطا تزادت المواد الغذائية جميع المواد الغذائية تزاد داك مسائل خدامين حنايا المواد البناء وداك الشيء ما عاود ما كاينش طلو والو كلشي زايد كلشي زايد وكلشي معروف شكون المسؤول على هاد الزيادات هادي المسؤول على هاد الزياده المسؤول عليها اخنوش الرئيس تاع ما كنقولوش زعما شي عايش في الدوله ديالنا عايشين الملك محمد السادس حنا ما بغينا حتى شي مشاكل بغينا ان شاء الله يهبطونا شويه الاسعار لما كتوجهوا النداء ديالكم الحكومه هادشي اللي قال حنا شوف حنا عندنا رئيس الحكومه تاجر كيبيع ويشري يعني من حقنا نقطع شوف غير ان شاء الله حنا الرئيس الحكومه اللي عندنا بيع وشري يعني عندنا ما يشبروه يعني ماشي بحال الرؤساء الاخرين اللي دازوا هذا عندهم من يتشبر علاش كيبيع ويشري حنا نقطعوا مارجان ونقطعوا افريقيا ونقطعوا كل شيء نقطعوا المواد ديالو بخصوص هو تنشوفوا الحال حنا ما تحركوش حنا هنايا وباقا تعرق الامور كثار من هيدا قلتوا عندكم 48 ساعه لا كثار حنا مستمرين حتى تشوفوش اللي كاين راه مستمرين هنا هادشي اللي كاين تيشوف شي حاجه تيكون شي حاجه اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.